السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، حفظكم الله ورعاكم. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وارفع عنا هذا الوباء والبلاء يا رب العالمين. خوت، هاد الدار هادي كتشوفوا أمامنا، هادي فيها أصحاب اللجوء السياسي، هادوك الناس اللي كيجيو من بلدان ديال لاكار، في بلادهم نايضة قربالة، كيجيو لأوروبا، كيكون عندهم دي ميزون بحال هاد الشكل هذا. دونك هاد الدار هادي هنايا في لاسويس، في مدينة لوزان، هادي إحدى البنايات اللي كيلوجيو فيهم أصحاب اللجوء، وكيعطيوهم دي غيمينيغاسيون مثلا، كيقريوهم، عندهم أنشطة، عندهم، وتعطيهم واحد موني دو بوش باش يتساراو شويه وداكشي باش يلقى باش يشري، وكيديروا حتى لاكارت دابونمون ديال التران. فوالا عندهم واحد الامتيازات. فوالا الخوت، دوك الامتيازات منهم واحد المساله، ان ملي تيكون شي لاجئ البلاد ديالو انتهت من الحروب، مثلا بحال العراق بحال هذا، كيرجعوا لبلادو، ولكن الا بقات البلاد ديالو في تدهور بالنسبه ل، يعني هناك انقلاب وبزاف ديال يعني البلاد ديالو غير مستقره، مع مرور السنين تيبدلوا، كانوا في الاول كيعطيو واحد الرخصه ديال الاقامه بروفيزوار مؤقتة، ملي كيشوف دوز واحد العامين او ثلاث سنين بحال هكايا كيبدلوا ليه، لان البلاد ديالو ما فيهاش الراحه، تيبدلوا ليه واحد الكارطة اخرى باش كيولي سميتو احسن من الكارطة الاولى، وكيبقى بحال هكايا الى بقات استمرت ديك البلاد ديالو ما فيهاش الاستقرار، تيوصل لانه غادي يعطيو الوريقات ديال هنا. دونك ملي كياخذ الوريقات ديال هنايا كيولي ولد هنا، كتولي عندو الإقامة مستقرة، ومع مرور السنين كيدفع، كيوصل واحد الوقت عنده الحق يدفع الجنسية. هذا هو المسار ديال أصحاب اللجوء. انا الخوت غادي نهود لواحد الحديقه هنايا، ندير فيها شويه ديال واحد الجوله صغيره. الخوت دخلنا للجاردان، هنا حاطين الماتيريال ديال لونترينمون، دايرين في الازقه يعني في الزنقه، كتجي لهنا وكتبقى تضرب في لابار مع سيدي. فوالا هنا لا بيسيكليت، داك الستيل ديال الكارديو. وانا بغيتي دير داك لي اونش، كتوقف هنايا وكتدور هاد هنا الباراليل. يعني راه دايرين المسائل اللي تنفع. وهنا ميني فوت، فوالا الخوت. دابا انا راني في هاد الكرون جاردان، فوالا، وهنايا سي ان اتابليسمون دونسينيمون، فوالا تيران الباسكيت. وهاد المكان هذا خوتي انا راه ما جيتش ليه تقريبا، نقدر نقول لكم في 2006 2005 2006،
ونشوفوا شحال من عام دابا. انتما الخوت هاد الجاردان دايرين سبيسيال باش الناس يجيبوا ولادهم يعني يلعبوا ويستافدوا. وانا شوفوا الخوت هنا يعني هنا عاوتاني كاين هاد المساله ديال فين يلعبوا عاوتاني الاطفال، يعني ديفيرونت سورت ديال الملاهي. الناس كيجيبوا ولادهم هنايا وكيجلسوا هنا في الكراسة الامهات او الاباء، وليتهم كيلعبوا حاضينهم. انتما كذلك ومثال هنايا في واحد هاد البتيت بتيت موتو لومبريطا ولا فيسبا، لا عقلتو على هاد لي مارك هادو الاولين ديال الماطر، ماركة إيطالية. يعني بغيت نقول لكم الخوت يعني هنايا عاطين أهمية للأطفال بزاف، دائما كنقولها في الفيديو باش كيبقى دائما داك الكلام ديالي، شوف هذاك الكلام ديالي كيف كيقولوا سي با دي بارون اون لير، يعني نفس المضمون، ربما الاسلوب كيتغير لكن المضمون هو هو. يعني حتى السكن اللي هنايا منظرين مزيان مع الطبيعه الخوت. عاوتاني اخوتي لان هاد الحديقه كبيره، باش نخرج منها غادي نعيا، غنهود تل تحتهم باش نرجع غادي نعيا. ايوا الخوت هانتوما كتشوفو عاوتاني في هاد المكان نفس المسألة لي جو، الأطفال خاصهم يحسوا بالنشاط ديالهم ويحسوا براسهم دوزو واحد الوقيتة زوينة. ثم هنايا تحت الارض وهاد الصخور دايرينهم، ولكن كاين هنا كيدخلوا منهم الاطفال وكيخرجوا من الواجهه الاخرى، كيدخلوا من هاد لي تينيل وكيخرجوا من الواجهه الاخرى. واخوت هاد المناظر خلابة وزوينة، يعني الإنسان كيشوف هاد الشي كيرتاح له القلب ديالو. وهنايا الخوت راهم غارسين ودين واحد بسيط بوان كارت، أنا غنكبرها هاهي كتشوفها صغيرة كنكبرها. هاهي خوتي فيها هانتوما كاع هاد البلايص هادو زارعين فيهم، رغم ان يعني الفصل ديال الشتا دابا. قلت لكم الخوت هاد ستان كرون جاردان هو مازال ما مشيش حتى سميتو، يعني ضيق الوقت دابا، ولكن كنحاول نخطف لكم. هانتوما كتشوفوا اخوتي هنا هنا في التواخر ديال هاد الحديقه هذه، ومازال باقي الخير. شوف كلشي هادشي الاطفال الخوت الاطفال. اخوتي انا راه شاد هاد التليفون ويديا قاسه بالبرد، واخا كاينه شويه الشمس، يا
يعني ما كاينش ديك الحرارة اللي على بالكم. هادو اللي كتشوفو خوت سيتين بتيت ستان باسان، فوالا ستان باسان بور لي بتي. في الصيف كيكون عامر بالماء وكي يلعبو فيه الدراري صغار. فوالا شوفوا اخوتي الجاردان قداش هي، هذا راه الاسفل ديالها ومازال ما هوتش الاسفل، مازال باقي الخير، ولكن ضيق الوقت ما يمكنش نهود حتى لتحت. شوفوا تبارك الله، غابة وصافي. ايوا لي طابليسمون ديال التعليم راه هي هذه اللي كتشوفوا، شناها من الوجه لافاصاد من لهيه وشناها من هنايا. دابا خوتي مع كل الخريف والشتاء دابا ما كاينش شي طبيعه خضراء بزاف بزاف بزاف، ولكن غادي نعاود هذا الفيديو ان شاء الله ملي يدخل فصل الربيع، غتولي الدنيا مزهره مزيان وتكون مناظر خلابه في هذا المكان. هذا هنا كتشوفوا الخضيره في دوك الشجر اللي ما كي دوك النوع ديال الشجر اللي ما كيفقدش الكولور اللون ديالو هو اللي كاين، والغازون. منظر زويون في هاد البريريكا هادي، وحاطين فيها زمع العود ديال يعني باش كيسخنوا يعني في هذاك الشوميني. الخوت قبيله قلت لكم تينير، هو في الحقيقه في تينير وفي نفس الوقت كيستعملوه كوم طوبوغو. فوالا دونك الفوق عاوتاني اليا بيان 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 ماريو تي فيا نطلع نصور لكم الفوق. فوالا يعني الاطفال كيتمتعوا. بونجور. الخوت غادي نخليكم على هذا المشهد هذا، نتوادعوا الله يحفظكم خليتكم على خير. الناس اللي باقيين ما مشاركينش معنا، رجاء الى عجبكم الفيديو شاركوا معنا في القناه، وشويه ديال التعليق شويه ديال اللايك. ايوا تبارك الله عليكم الله يحفظكم.